تفضل اخويا، يعني مريض. رقم الهاتف تاعي، العنوان نوبيلي نور. هي مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتبعها أعوان الحماية المدنية بعد تلقيهم لنداءات المواطنين والمصالح الطبية بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا أو يشتبه في إصابتها. تلقيوا النداء من طرف مواطنين ولا من طرف مصالح الصحية، نتلقوا الإسعافات بمكان التدخل. الفرقة اللي تدخل تكون لابسة اللباس الفردي، الحماية الفردية. هذا اللباس يقيهم من العدوى. بعد ما يوصلوا المكان تم يتصلوا بأهل الضحية ويخليوا المسافة الآمنة مع الأهل الضحية. بعد ما يهزوا المعلومات على الحالة هذه يتنقلوا للضحية. إذا كانت الضحية راهي تمشي على رجليها مباشرة يقدر يتنقلوا عليها بالمساعدة تاعها باش تركب في سيارة الإسعاف باش نحطوها في سيارة الإسعاف. إذا كانت الضحية ما تقدرش تنقل تلقائيا يحملوها بالحامل، يحطوها في وضعية آمنة جانبية بعد بوضع الواقي تاع الوجه لابافات ويتجهوا بها مباشرة للمستشفى. إلى جانب تدخلاتها الميدانية، تقوم مصالح الحماية المدنية بتحسيس المواطنين بكيفية احترام شروط التعقيم وطرق مواجهة الفيروس. العون الحماية المدنية يقوم بلباس الفردي لالتقاء العدوى، ولكن على المواطن الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة وهو النفوذ داخل البيت. العمل بالإجراءات التي أوصت بها مختلف الهيئات بما فيها وحدات الحماية المدنية سيساهم مما لا شك فيه في الحد من خطر انتقال هذا الفيروس.